أنا درست مراحلي الصغير الابتدائي والوسطى في الريف، وجيت الثانوي في شندي اللي هو برضو بيعتبر إقليم يعني شندي. نشاطي بدأ من الثانوي العالي في شندي اللي هو بديت كنت عضوة في جبهة ديمقراطية للطالبات، وكان في نشاط في أواخر الستينات. فمن هنا يعني الواحد ابتدى يوعى للقضايا عموما يعني، من وجوده في اتحاد الطالبات ومن وجوده في الجبهة الديمقراطية ابتدى سنة 73 في الاتحاد النسائي السوداني. فواصلت معاهم كعضو في الاتحاد النسائي السوداني لحد واصلت عضوة واشتركت في كنت دائما بميل للشغل مع جماهير النساء. والسبب الأساس طبعا خلاني أبدا يعني أوعى بالقضايا النوعية للمرأة السودانية. السبب الأساسي كان عندي بعض الحاجات يعني في قصة ما عارفة يعني الزمن بيسع لي حكايتها ولا لا، اللي هي كانت سبب أساسي في إنه أنا أميل للعمل في مجال النساء يعني، أو أوعى بالقضايا النوعية للمرأة اللي هي كانت في الستينات. كانت في قضية بيت الطاعة، وكانت عندي قريبتي اضطرت أو اضطروها الحقيقة في إنها يجيبوها في بيت الطاعة لأنها كانت رافضة زوجها. وأول زغروطة أطلقت في منطقتنا في الريف بالتحديد، أول زغروطة لإلغاء بيت الطاعة كانت في منطقة القرير اللي هي تم إلغاء الحكم عليه القريبتي دي واتحررت. فكان في الوقت ذاك أنا في الستينات دي ما كنت واعية تماما للحاصل شنو في قضايا المرأة السودانية والظلم الواقع عليها والقهر وغنو الأحوال الشخصية والحياة دي، ما كنت واعية له تماما يعني. فلما تمت الفرحة دي واحتفلوا أسرة صاحبة القضية والجرير المنطقة كلها احتفلت، فكنت يعني كان بالنسبة لي ده حاجة رسخت في ذهني وأنا ما صغيرة يعني في السنة والعادي، رسخت في ذهني المسألة دي. وطوالي حتى من وقتها أنا كنت دائما بقرأ غنوة الأحوال الشخصية كل ما يطلع وكل ما يتغير وأي جديد فيه. ولما بقيت عضوة في الاتحاد النسائي كنت دائما ببادر في انه في العمل الثقافي نبدا بغنوة الاحوال الشخصيه، وما زلت في اي حتى في من خلال اللجنه التنفيذيه اللي انا عضو فيها وبشغل يعني نائبه الرئيس للاتحاد النسائي، ما زلت دائما بقول غنوة الاحوال الشخصيه والتجديد والتغيير فيه يعني دائما. واي حته يتم فيها شغل زي ده أنا كنت بمشي أحضره يعني. فالاتحاد النسائي حقيقة يعني أنا شاركت في 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 يعني مشاركة فاعلة برغبة يعني من جواي يعني في إنه أنا أعمل في الاتحاد النسائي السوداني. حقيقة أنا بديت بالعمل بجبهة ديمقراطية، لكن بعد فترة للقصة اللي حكيتها قبل شوية دي حسيت إنه في قضايا نوعية ولابد إنه الواحد يلقى له وعاء يستوعبه. وكان في الوقت ذاك أنا غايته ما كنت بعرف أي تنظيم للمرأة غير الاتحاد النسائي السوداني، يعني يمكن أكون أنا اللي بادرت بالوصول يعني مش هم جو وجندوني يعني أنا اللي بادرت في انه لاني كنت بحضر النشاطات بتاعتهم. انا اللي كتبت طلب العضويه بتاعت الاتحاد النسائي يعني وعيبه انه
انه في قضايا نوعيه لابد من انه النضال غير وما بتنفصل القضايا النوعيه دي عن القضايا العامه، لكن لابد من انه يكون في عمل خاص يخص قضايا النساء. مهنة التدريس بصراحة كذا أنا لما اخترتها، أنا ما اخترتها في الأول، كانت يعني كنت مجبرة لأنه أنا خريجة هندسة كهربائية، وما كنت في الوقت ذاك لقيت أي عمل إلا خارج العاصمة، وأنا كنت متزوجة من أنا طالبة وكذا، وقمت لجأت لمهنة التدريس. لكن ده ما بينفي إنه أنا بعد ما لجأت ليها ربطت الحقيقة، يعني ما لقيت مشكلة لأنه أوريدي أنا مدربة على العمل الجماهيري، والتدريس بيعتبر جماهيري لأنك أنت بتقابل مجموعة من الناس، ولأنك بتحاول تفهم المجموعة من الناس، نفس الفكرة بالنسبة للعمل الجماهيري. فما كانت عندي مشكلة إطلاقا في إني أدرس، وده اكتسبته من نشاطي في الاتحاد النسائي، لانه انا من سنه، فلما جيت وقفت للتدريس كنت قايل لروحي يعني انه انا ما حاقدر على المهنه دي، لكن ما لقيت اي مشكله في انه انا فدل اكتسبته الحقيقه من الاتحاد النسائي، وفي نفس الوقت غزيت تجربتي في الاتحاد النسائي بوجودي في من التدريس يعني برضو. وجيت لجأت طوالي لمدارس الخطابة اللي بيعملها الاتحاد النسائي، ودخلت مدارسهم، وأصبحت أنا ما عندي أي مشكلة في الخطابة أو أي مشكلة في الكلام في أي منبر، يعني من الاثنين استفدت يعني، من التدريس ومن الاتحاد النسائي. جدا افتكر اني اضفت وعي حتى بلغتي، يعني انا كنت ما عايز اقول كنت مميزه في لغتي مع طالباتي، لكن انا يعني حسيت انه انا اضفت لطالباتي، لانه لحد الان طالباتي لما يلاقوني يعني في حته او يلاقوا اي زول بيعرفني كانوا بيتكلموا عني بكل خير. يعني اولا استفدت في ادائي للماده ذاتها، الطريقة بتاع توصيل المادة اليوم دي كنت استفدت منها بوجودي في الاتحاد النسائي. وفي نفس الوقت ما دام أنا وصلت استفدت برضو في طريقة العلاقات الإنسانية بيني وبين طالباتي، يعني الناحية التربوية، يعني جد الاتحاد النسائي أداني أكثر مما إنه أخذ مني، يعني أنا استفدت في الحكاية دي تماماً. يعني صحيح أنا ما أشتغل، يعني أنا ما كنت بخلط، يعني ما بخلط بين العمل السياسي والمهني، وما كنت أي ما في ما بينفصلوا، لكن أنا ما كنت كده، يعني ما كنت بجند ولا بتكلم في من الناحية دي، لكن أدائي هو من ناحية الأداء استفدت، من ناحية العلاقات، من حل المشكلات التربوية. حتى أنا حاليا يعني بدرب المعلمين على إنهم يحلوا مشكلاتهم التربوية مع الطلاب كيف، وما يلجأوا للضرب، ما يلجأوا للعنف، أنا اللي بدرب، يعني أنا حاليا مدربة في محلية كرري للموضوع ده. طالباتي على النساء، البنات، الشابات، يعني الشباب أنا حاسة إنه زي في عزوف كده من التنظيمات، فأنا بناش إنه الناس تدخل التنظيمات، لأن التنظيمات دي بتديهم، أي تنظيم أنت بتراه وتدخله يعني التنظيمات دي بتديهم أكثر مما بتاخد منهم، وبتوعيهم، وبتخلي بيكون في التحام بينهم وبين الجماهير. فمهم جدا إنه الشباب يدخلوا التنظيمات، وطبعا أنا بقول التنظيمات الديمقراطية، العمل العام عموما، يعني العام ما ضروري يكون تنظيم، حتى جمعيات، العمل العام عموما بيقزي وعي الفرد. يعني
أكثر حاجة في السياسات التعليمية تميز المرأة هي مواقع اتخاذ القرار. يعني أنا قاعدة قدامك دي في الدرجة الأولى يمكن أقدم من الماسكين المواقع، ما 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 أقل منهم كفاءة، بل بالعكس هم ذاتهم يعني بيشيدوا يعني بمشاركاتي في التعليم، ومع ذلك ما تبوأت أي منصب بتاع اتخاذ قرار. أي نعم أنا مدير التدريب، لكن التدريب ولائي وما يعني ما بقدر يعني ما بقدر أغرر دورة تدريبية. فمواقع اتخاذ القرار عدد النساء فيها قليل، بدليل إنه عندنا 7 محليات في ولاية الخرطوم مدراء التعليم فيها رجال.